ابو عامر استشهد يا رجال. شو ابو عامر استشهد؟ وابي الله يرحمه. عشت رجال وماتت رجال. الله يرحمك يا ابو عامر. رماك الهوى يا ناعم، رماك الهوى يا ناعم. فوه عليك يا واطي، عم تضحك يا ابن الحرام؟ على اساس متراعك؟ فوه عليك وعلى شرفك يا ندل. والله مظبوط، مو بالدراع. بتعرف بشو مسكناه؟ بشو؟ بهي. عم تبزق ما؟ عم يبزق. ولك خد خد واطي. قلي موريس، شو في أخبار عن هاي المعركة؟ مين مات؟ أبو عامر كبيرهم، وأبو جميل والعدد الكثير سيدي. مين كمان؟ مات الذي كنا نخشى منه ميسيو. مين؟ أبو الخضر سيدي. أبو الخضر مات؟ والجرحى أكثر من القتلى، وأسرنا منهم ميسيو. من عنا؟ ليس كثيرا سيدي، اثنان ثلاثة. طيب مين أسرنا؟ أسرنا صخر ابن أبو صخر كبير الحارة سيدي. يعني الصخر هلأ تحت إيدنا؟ وقع تحت قبضتنا سيدي. بيا ريته صحة يا رجال، الأكل عاد الشماتة، قصدي عاد المحبة. كلوا وشبعوا على روح أبو عامر وروح أبو الصلح وعلى روح غريب وأبو جميل معلم وعلى روح صخر كمان. هذا خص نص، بس تطلع روحه بدي يذبح حشر خواريف ووزعهم على كلاب حسنة على روحه النسة. صحتين. على قلبك معلم. على قلبك. كلوا يا شباب، كلوا رموا عظمكم. قوات فرقة فرنسية عظمى قوية كتير، يعني ما حدا بيقدر قدامها يوقف، لا مخربين ولا غيره. بس أنا ورجالي كنا عم نقاتل جنبهم وما تركناهم بنوب. مو صحيح أبو الرجا، مو صحيح سيدي. المعركة كنا أنا ورجالي وبالعلامة. رجالك؟ أنه رجال أنت تحكي؟ قوات فرنسية عظمى انتصرت بمعركة بدون أي حدا يساعدها. بعدين أنت ما بحق لك تقول رجالي، لأنه أنت رجال عدد قليل، سلاح خفيف قديم. بس هدول اللي عم تقول عنه أنه عددهم قليل وسلاحهم خفيف، هن اللي قتلوا له أبو عامر وأبو جميل وأبو الخضر. مو صحيح أبو الرجا، مو صحيح. لا يا سيدي، الله يسامحك، اللي عم تقلي مو صحيح.
شوف أبو الرجاء، أنت لازم يكتر الرجال، يعني رجال كتير، لأنه بس أنتوا تكتروا أنا بشوفكن بدعمكن بعطيكن سلاح قوي ورشاش. بأمرك سيدي، أنا بأمرك. أنت لازم يجمع رجال كتير ويكون قلبهم قوي حجر، رجال ما يعرف خوف ما يعرف قلب طيب. وهذا اللي رح يصير سيدي، هذا اللي رح يصير. أبو رجاء أنت فيك روح، أنا مستني منك أخبار كويسة إلي أنا ولا فرنسا العظمى. الله يخلينا جناب الكومندان، الله يخلينا فرنسا العظمى. احترامي سيدي، هل تريد شيئاً آخر بسيو؟ قول لبشير أفندي يبعث مساعده وفيق فوراً. لماذا يا سيدي؟ وفيق كويس، جيد في العمل، نحن بحاجته. وماذا سوف يأمل معنا سيدي؟ رح يكون وفيق مساعد كاركون حارة العمارة، لأنه وفيق بيضبط الناس بقوة. دكو بسيو، احترامي سيدي. شوف مغيس، هذا بشير رئيس كاركون حارة قصب، هذا واحد مو منيح، هذا بيفكر يلعب فينا، يعني نفس أبو الرجا. لكن أبو الرجا معنا سيدي. مغيس، يعني أنت بيفكر أنه يمكن يكون واحد قاطع طريق وحرامي له صديق غير ذهب ومصاري؟ ماذا تأمرني سيدي؟ نحن لازم ندور على ناس جديد نجيبهم وبيشتغلوا معنا، بصيروا هدول ناس بيقاتلوا معنا، يعني بصيروا هن بيقتلوا بعض ونحن ما بيخسر ولا واحد عسكري. تقصد أن نزرع الفتنة فيما بينهم حتى يقتلوا بعضهم البعض؟ مزبوط، أنا هذا بدي. وماذا عن أبو الرجاء سيدي؟ ما هي السياسة التي سوف نستخدمها معه؟ أنا أفكر أنه أبو الرجاء بيضل يشتغل معنا، بس بشرط منضل نحن عم نراقبه، منضل عم نشوفه عنا عليه، ما عم نعطيه كل شيء بده اياه. كيف سيدي؟ يعني مثلا رصاصات، اذا ابو رجا بده رصاصات بنعطيه وحده وحده، يعني شو في اسلحه عنده بنعطيه على القد، خليه هو وكل الرجال معه يضلوا بحاجه نحن قلنا هون، يجي ابو رجا ويقول على طول بدي اسلحه بدي رصاص. حاضر سيدي، وماذا عن الحارة سيدي؟ لا لا، حارة نحن بيشوف ونحن بيراقب، يعني نحن مندير باله على حارة بحيث إنه ما حدا يحس علينا. حاضر سيدي، حاضر سيدي. أبو رجاء، لما أجيت عند الكومندان وأنت مقروب قلت لحالي بتركك لحتى هيك تروق الطاسة بعدين بفهم منك شو الحكاية. كيف ديروا لك قداس؟ كيف بديروا والكومندان جاب معدل رجالي؟ كيف؟ شلون يعني جاب معدل رجالك؟ عرب لي إياها. قال شو؟ بعد كل الشغل اللي اشتغلناه معهم ومعركنا كتف بكتف وفوتتنا على حارة القصب وقتلنا اللي قتلناه، قال الكومندان نحن ما كنا غير كمالة عدد وإنه هن انتصروا لوحدهم دون مساعدة حدا. وانت مشان هيك مقروق ابو الرجاء؟ ولا رح يهدى لي بال لحتى كتر رجالي وحملوا ناو وسلاح. شلون هي؟ شلون هي؟ ترك لي يا هلالي، حاكم بدي مخمخ فيا بنافوخي على من مهلي، بكره بتقول ابو الرجاء قال وفعل. الله يجيرنا، الله يجيرنا منك ومن افكارك.
لكن أنا يلي أنت ورجالك ما كنت ولك مالة عداد. الطفرنساوي يحكي مع أبو الرجل اللي قلبه ميت؟ يا باطل يا باطل. ماله حق، ماله حق ابنه. وحياة اللي أسم لك تكون معي. مرجو الله صر مايتي. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا كبير. خير قداس؟ ليش قاعد لوحدك؟ مشغول بالي خير الله يا ابو الرجاء. وبشو مشغول بالك؟ الان خايف على ابني عامر. ليش ابنك؟ مو مع ستو؟ بلا مع ستو، بس بالي مو مطمن عليه. شو انه امي حرمة كبيرة ويا دوب قايمة بحالها، غير هيك ما معه مصاري تصرف عليه، وأنا بالي ما رح يرتاح ولا رح يهنالي عيش لحتى أقدر ربيه وشوفه عم يكبر قدام عيوني. إيش والي؟ منجيبه لعنا. بدي جيبه لحالي أبو الرجاء. يلا هاي ما فهمتها. بنزل لحالي على الحارة، فوت بطالع من البيت بدون ما حدا يحس علي. كمان بيصير لك قداس. المهم يهدى بالك وتركز لنا بالشغل منيح. كتر خيرك يا معلي، بس ما هخليك تروح لوحدك. بدي بعت معك كم زلمة يكون قلبهم ميت سلاحهم بإيدهم والضرب على المليان لأي واحد بتعرض لكم. كبير يا أبو الرجاء كبير. وإمتى ناوي يجيب ابنك؟